ماذا تعرف عن التخدير الطبي؟ وكيف تطورت قصة التخدير الطبي أمام التضحيات الكبيرة لمكتشفيها والتي انتهت بكل من يقترب منه بالجنون والانتحار والموت والفقر؟ تاريخيا يعتبر 6 أكتوبر 1846 يوما مشهودا، حيث تم إجراء أول تدخل جراحي بواسطة التخدير العام. في ذلك اليوم وفي الساعة 10 صباحا بالضبط في مستشفى ماسوشيت العام بوسطن بالولاية المتحدة الأمريكية، قام الجراح جون كولينز ورا بإزالة ورم موجود لطفل يبلغ من العمر 17 عاما اسمه جيلبرت أبوت. تم تخديره بواسطة الطبيب ويليام توماس غريث مورتون. لن يكتشف الطبيب مورتون عن الطبيعة الكيميائية للمادة التي استخدمها بعد أن ضغطت عليه جمعية بوسطن الطبية بشكل كبير. تم الكشف عن المادة المكونة من تركيبة مادة الليطان. كان التخدير تام أثناء الجراحة أنذاك يعتبر يوتوبيا في الأوساط الأكاديمية. ففي الصين كان يتم استخدام الوخز بالإبر منذ 1000 عام. تتكون الموارد المستخدمة لإحياء الإجراء غير الجراحي من مقتطفات من النباتات ذات التأثير المهدئ والمسكن أو المشروبات الكحولية المنومة. قدم جوزيف بريسلي الخطوة الأولى نحو التخدير العام لاكتشاف ثاني أكسيد النيتروجين. ففي عام 1773 أعطيت لهنفري ديفي المتدرب في الصيدلة في بلدة بيزانس الصغيرة في إنجلترا في عام 1796 الذي قام بتجربته، وتحقق من أن الغاز ينتج إحساسا لطيفا مصحوبا برغبة في الضحك. وبناء على كتاباته بعنوان طب الأبخرة اقترح أن هذا الغاز يبدو أن له خاصية تهدئ الألم الجسدي في الجراحة، فمن المستحسن استخدامه ضد الألم أثناء الجراحة. سيقوم هنري هيل هيكمان الجراح الإنجليزي بتجربة ثاني أكسيد النيتروجين بعد أن أجرى عمليات صغيرة كللت بالنجاح. حصل على إذن من الجمعية الملكية والجمعية الطبية في لندن لتكرار النتائج تجارب في البشر. وقدم ملك فرنسا كارلوس العاشر بطلب تقدم به بمشروع إلى أكاديمية باريس في جلسة 28 سبتمبر 1828، ولم ينعقد خصيصا لهذا الغرض. وقامت الأكاديمية بالتصويت الوحيد لصالح الجراحة، وسيستخدم دومونيك جاك جان لاري الطبيب الجراح فيما بعد في مجموعة من العمليات نظرا للإصابات الصعبة التي أصيب بها الجنود الفرنسيون في حروبهم النابليونية. سيكتشف مايكل فاراداي 1791-1867 وهو الفيزيائي الإنجليزي والذي درس 2 من الغازات والسوائل التي تتبخر أن أبخرة الأثير لها تأثيرات مخدرة على مدى زمني وهي قريبة من ثاني أكسيد النيتروجين. توقع مورتون إمكانية إجراء جراحة غير مؤلمة، وحصل على إذن لإجراء عملية جراحية في مستشفى ماسوشيت العام في 16 أكتوبر 1846. هذه العملية غيرت مصير الجراحة. قال وران الكلمة التالية: في قرون عديدة سيأتي الطلاب إلى هذا المستشفى ليروا المكان الذي تم عرضه فيه من أجل أول مرة أعظم اكتشاف للعلم. في الواقع لم يكن هذا هو التدخل الجراحي الأول الذي يتم إجراؤه تحت تأثير التخدير العام باستخدام الأثير. ففي بلدة جيفرسون الصغيرة بجورجيا بالولايات المتحدة وبالضبط عام 1841 كان طبيب شاب يدعى كروفورد ويليامز لونغ
أخضع أول مريض له لعملية جراحية تأثير الأثير، وكان صديقا له يدعى فينباي. وبحضور عدة شخصيات قام لونج باستئصال ورمين صغيرين من رقبة المريض دون أن يشعر بأي شيء. وعلى الرغم من أن كروفورد لونج كان أول طبيب يستخدم التخدير العام للأثير، إلا أن جدارة ومجد هذا الاكتشاف تعود إلى ويليام توماس جرين مورتون. ففي السنوات التي أعقبت اكتشافه تم إدخال عوامل تخدير جديدة تابعة ثاني أكسيد النيتروجين والأثير كلوروفورم، والذي استخدم لأول مرة عام 1847 في المخاض من قبل الطبيب الإنجليزي جيمس سامسون. في عام 1930 تم إدخال بروبان الحلقي، وفي عام 1956 تم إدخال الهالوتان. بالتوازي مع التخدير العام عن طريق الاستنشاق تم تطوير طرق أخرى للحصول على التسكين مثل التخدير الموضعي والتخدير الوريدي والتخدير النخاعي وأنواع مختلفة. مصطلح التخدير كلمة من اليونانية وتعني محروم من الإحساس، اقترحه الطبيب والشاعر الأمريكي أوليفر ويندل هولمز، ومع ذلك كانت الكلمة موجودة بالفعل في اللغة اليونانية، حيث تم استخدامها بمعنى عدم الإحساس المؤلم. في عام 1902 صاغ سيفيرت مصطلح التخدير، والذي يعرف حاليا أحد أهم التخصصات الطبية الكبرى. وصل التخدير العام إلى البرازيل عام 1847، وسرعان ما تم استبدال الأثير بالكلور فورم، والذي أدخله جيمس سامسون كمتخدر في إنجلترا عام 1847. منذ ذلك الحين انتشر استخدام الكلوروفورم ليحل محل غاز الأثير، حتى تم اكتشاف عوامل تخدير جديدة وإدخالها في الممارسة الطبية. المشاهد تيفي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.